حشد لم يألفه قصر الخامس عشر من يناير منذ سنوات، حيث الزغاريد والهتافات وأنغام الموسيقى والألعاب الفولكلورية والحديثة. وبمجرد وصول موكب الزوج الرئاسي إلى ساحة القصر الذي احتضن فعاليات المؤتمر الثامن غير العادي للحركة الوطنية للإنقاذ، احتشد الآلاف من الجماهير والمناضلين والمناضلات معبرين وقوفهم خلف الرئيس المؤسس للحركة الوطنية للإنقاذ رجالا ونساء شيبا وشبابا، إيمانا منهم بمبادئ الحركة الوطنية الجامعة. خرجوا منذ الصباح الباكر مؤكدين تضامنهم ووقوفهم مع رئيسهم المؤسس للحركة وتحقيق الفوز الكاسح في الساحة السياسية والحسبية. وفي الكلمة التي قدمها رئيس اللجنة التنظيمية والمتمثل في شخصية إيمانويل نادينغر والذي رحب بالحضور، وفي مقدمتهم الرئيس المؤسس للحركة الوطنية للإنقاذ وهرمه هند ديبي إتنو، وأكد على أنه بإمكان الجميع أن يلمس ويحس النجاح الباهر الذي حققته الحركة بالحشد الجماهيري اللامحدود، شاكرا جميع الوفود الذين قدموا من كل حدب وصوب وخصوصا من الجهات الأربعة للبلاد. تكبدوا المشاق، هدفهم الأول والأسمى المشاركة في المؤتمر الثامن غير العادي للحركة الوطنية للإنقاذ، ملوها بيديه النصر بالأمس واليوم والغد، كل ذلك بفضل حنكة ودهاء قائد السفينة المؤسس للحركة الوطنية للإنقاذ الرفيق إدريس ديبي إتنو وهرمه هند ديبي إتنو مع نساء وشباب الحركة الوطنية للإنقاذ. هذا الحفل البهيج وتجمع الفريد لمناضلي ومناضلات الحركة الوطنية للإنقاذ خاطب فيه الأمين العام للحركة الوطنية للإنقاذ محمد زين بدا الهجد واصفا إياهم بالريادة واليقظة والتأهب إلى خوض الانتخابات التشريعية القادمة بالجدية والتحرك، وأن رئيس الجمهورية رأي الحفل ومؤسس الحركة الوطنية للإنقاذ الذي له السند القوي والمرأة الحديدية حرمه هند ديبي إتنو اللذين لم يدخرا وسعا في سبيل الوطن والمواطنين، مما زاد المناضلين والمناضلات حرصا على كسب الريحان. وبعد هذه الكلمة الجامعة التي قدمها الأمين العام للحركة الوطنية للإنقاذ خرج الزوج الرئاسي متوجهين نحو الجمهور لأجل التلاهم وتقاسم أجواء الفرحة ولمتابعة فعاليات المؤتمر الثامن غير العادي للحركة الوطنية للإنقاذ. مراد président fondateur du mouvement patriotique du salut، camarade première dame présidente d'honneur de l'OFMPS، الرفيق المؤسس للحركة الوطنية للإنقاذ الرفيقة سيدة البلاد الأولى الرفيقة الشرفية لنساء الحركة الوطنية للإنقاذ السادة والسيدات الرؤساء والأمناء العامون الأحزاب المتحالفة والصديقة المناضلون والمناضلات، اسمحوا لي بمناسبة افتتاح عامي المؤتمر الثامن غير العادي للحركة الوطنية للإنقاذ أن أرفع تحايا النضال إلى الرفاق والمناضلين ومناضلات الحركة وعلى سيدة البلاد الأولى. لماذا؟ لأن الرفيق إدريس ديبي إتنو قد رسم الخطة وأبرز معالم طريق الحرية وصانع السلام والديمقراطية في تشاد. الرفيق الرئيس إن هذه الخطة والطريق التي تقودها ترافقها امرأة حديدية على قلبها وآملة الحياة الكريمة للأرامل والأيتام، حقيقة الرئيس الشرفية للحركة لك التحية من رجال ونساء الحركة، وأتقدم بالشكر إلى كل المناضلين بالجهود المقدرة والعطاء اللامحدود. أين النساء؟ أود أن أسمع لغتهن. أين هذه اللهجة التي يضبطها الرجل؟ وأريد أن أسمع منهن. الرفاق والمناضلين، لي عظيم الشرف أن أقف أمامكم وأمثل الحركة الوطنية للإنقاذ وبجهود من ناضل وجاهد من أجل إزاحة الدكتاتورية، وباسم المكتب السياسي الوطني أتوجه بالشكر والتقدير إلى كل الذين قدموا من مختلف أنجمينا والرفاق الذين قدموا من الولايات وأيضا المناضلون القادمون من الدول الأجنبية. الرفاق المؤتمرون، أود أن أذكركم بأن المراحل التي تم فيها عقد المؤتمر السابع غير العادي واليوم نعقد في المؤتمر غير العادي الثامن، فإن الحركة قد فقدت خلالها مناضلون هامون، لذا أود أن نقف دقيقة صمت ترحما على أرواحهم
أمبيانس. شكرا. أيها الرفاق، مثلما كل التنظيمات السياسية من وقفات، فإن الحركة لغتنا إلى الوراء لترى ما هي النتائج الماضية، ولكن تستعد للمستقبل. لقد تفهمنا وقرأنا عبر العوام وقنوات التواصل الاجتماعي وانتقادات المعارضة يقولون أن الرفيق الرئيس لا يريد الذهاب إلى الانتخابات، وأن الحركة الوطنية تلهو، وقد قمنا بعقد هذا المؤتمر لأجل دعوة المناضلين والتوجه نحو تنظيم وخوض الانتخابات التشريعية والمحلية. وبناء على الأهداف المرسومة قمنا بالمراجعة والتقييم للأوضاع، وتلقينا توجيهات هامة من الرفيق الرئيس إدريس ديبي إتنو، ونشكر على الثقة التي وضعها على شخصيتنا المتواضعة لأجل قيادة أمور الحزب وتطبيق التوجيهات التي أشار إلينا بها، وبدعم ومشاركة مختلف طبقات المناضلين والمناضلات للحزب والخلايا الأساسية والأحزاب المتحالفة. وبجهود كل هؤلاء حقق الحزب تقدما ملحوظا في الساحة. وفي الليلة الأخيرة لتنظيم المؤتمر السابع في عام 2016 قمت أنا المتحدث بتقديم مرشح التحالف، وعليه تحملت مسؤولية الحملة الانتخابية آنذاك، وحصل على النجاح الباهر. والرغبة المشتركة للتقدم وتجديد العزم والالتفات حول مرشح التحالف حققنا الفوز في الدور الأول، وهذا النجاح جاء بفضل الحنكة السياسية للرئيس وبجهود مقدرة من التحالف البالغ عدده 108 حزبا متحالفا. أيها المؤتمرون، وفي اليوم التالي للانتخابات الرئاسية فإن المبادرات الصادقة قد حصلنا على انضمام أكبر وتقارب أكثر للأحزاب المتحالفة، وذلك بوقوفنا الدائم خلف رئيس الجمهورية للتجهيز وعقد المنتدى الوطني الشامل تم تنظيمه وفق مقاصده ونواياه للوصول إلى التعبير الأمثل للسلوك. فإن الحركة الوطنية للإنقاذ تابعت كل المداخلات لأجل الحصول على الثمار الأفضل، وبتضافر الجميع وإقدام الأحزاب المتحالفة توصلنا إلى ميلاد الجمهورية الرابعة. وبفضل هذا التقارب والتفاهم تمكننا من تكوين الإطار الوطني للحوار السياسي، وقررنا جميعا من أجل الدفاع عن المصالح العليا للبلاد. وأيضا قمنا بتأسيس اللجنة الوطنية للانتخابات المستقلة والقانون الانتخابي واعتماد النصوص للأحزاب ودستور الأحزاب السياسية. وفي نفس الاتجاه وضعنا مكتب للجنة الانتخابية سيني في كافة الأراضي الوطنية. وفي الساحة السياسية فإن الشباب والمرأة يشكلان حجر الزاوية في سياسة رئيس الجمهورية، فإن المؤتمر الثامن يرسم نفس الأهداف التي قامت في المؤتمر السابع، والمعالم واضحة، والسعي إلى إحراز النجاح في كافة المستويات السياسية والحزبية. الحضور الجماهيري لمناضلي الحركة الوطنية للإنقاذ في مؤتمرهم الغير عادي الثامن أبرزوا قوتهم النضالية، وذلك من خلال المشهد الذي فاضت أنه الساحة قصر 15 من يناير. كل الوفود موشحين بالأعلام التي تعبر عن انتمائهم الحزبي والذي يميزهم عن بقية المناضلين، وهدفهم الدفاع عن الأفكار البناءة للحركة الوطنية للإنقاذ ومواجهة التحديات المقبلة بالاستراتيجيات والخطط لخوض المعركة الانتخابية والرهان بفوزها. الأعلام ترفرف في كل اتجاه، والفنانون يغنون للتعبئة الجماهيرية معبرين عن إنجازات الحركة ودورها النضالي في قيادة البلاد. وغير بعيد عن قصر 15 من يناير، فإن الطرقات المجاورة للقصر هي الأخرى شهدت حشدا جماهيريا من أصحاب الخيول وشباب مكاتب المساندة يتجمهرون لإيصال رسالتهم التأييدية لمؤسس الحركة الوطنية للإنقاذ ورفاقه مناضلو بامنا ورفاقهم الآخرون. وخرج إليهم مؤسس الحركة إدريس ديبي إتنو ليتقاسم معهم تلك الفرحة والشعور الذي لا يوصف بعيدا عن البروتوكولات الأمنية، لأن الفرحة بين القاعدة والقمة شعور لا يوصف وليس له حدود.